شو لازم ناكل بفصل الصيف؟ موضوعنا اليوم مع رندا فهد. صباح الخير رندا. صباح النور. خبريتك والكومبيتيشن. وبما انه شو بدنا ناكل بالصيف، شو بدنا ناكل؟ فاذا في عندنا كومبيتيشن اللي هي عم تحكي على البطيخ، واي في فيتامين اي اكثر، البطيخ الاصفر اما الاحمر؟ اكيد جواب واحد مظبوط. كل المشاهدين عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي دي سي رندا دنيا فهد او بيري لايت هيلث سنتر. نحن بكره عندنا جواب وكومبيتيشن جديده، وطبعا في رابح جديد. خبريتي ستيفاني كثير لفتت لي نظري انا وعم بقرا الارتكل، لانه هيدا الشيء عم شوفه شوي بعياتي بهالايام، اللي هو على الانوركسيا عند الرجال، عند الصبيان والرجال. نحن بنسمع كثير بالانوركسيا عند البنات خاصة. عند البنات كثير اكثر، والانوركسيا بذكر انه هيدا مرض له علاقه بالاكل، هو مرض نفسي له علاقه بالاكل، اللي هو الشخص بيصير ياكل اقل واقل ويحس انه هو لازم ياكل اقل وبصير ضعيف وبحس انه هو لازم يكون اضعف. هلا عند الرجال انعمل احصاءات لتقريبا 2800 شخص، وتبين انه النسبه هي واحد صبي من اصل ثلاث بنات، فاذا هذه كميه كثير كبيره، يعني تقريبا عندي 25% هون عندنا من الصبيان عندهم مشكله الانوركسيا، واذا بتبرمي حتى بالمحلات اللي بيستقبلوا العالم اللي معهم انوركسيا بتشوفي في محلات حتى ما فيها صبيان ابدا. صح. فهالشيء تبين انه الصحيح هي موجوده عند الصبيان، ولكن ما عم تبين، ما عم يكتشفوا شو هي. فوقت الصبي يكون بحاله انوركسيا بياخذوه عند الحكيم، اوكي؟ فالحكيم فيقول له المشكله يمكن بالغده، او فيقول مشكله بمصران وما عم ما بيفكر بالانوركسيا لما يشوف صبي 100%. فمشان هيك هون عم يتغاضى عن هذا الموضوع، او يمكن يرجع ينتبه انه هون في مشكله نفسيه، فبينبعت عند اخصائي نفسي اللي هو منه اختصاصه هذا الموضوع. هلا اللي عم شوفه هون بس لهيك، لانه نحن طيب شو عم يصير عندنا بالمنطقه؟ عم شوف كثير رياضيين، فعندنا شباب رياضيين بيكونوا جايين لعندي برضه الهدف ليضعفوا، الهدف ليربوا عضل، ولكن كمان ليضعفوا. بنعمل لهم اوزانهم، بنلاقي انه هن بالفعل كميه الدهن الموجوده بجسمهم كثير 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 قليله، وكميه العضل نحن بنشوفها كبيره، فيها تكون لعده اسباب، منها لانه عم يعملوا كثير رياضه، ومشان هيك هيدا ما ببين، حتى ما حدا رح يلاحظ ولا الاهل رح يلاحظوا، لانه هن عم يحسوا انه في جسم ممتلئ، ولكن هو ممتلئ بالعضل. وهول الأشخاص عم يحبوا أن يكون عندهم عضل أكثر ودهن أقل، وهيدي شغلة أبدا مش مزبوطة. هلا شو بيصير؟ نحن هون اللي بيصير عندهم بيتعرضوا لكثير كثير اصابات، يعني اذا كنا عم نحكي على رياضيين بصير يتعرضوا لاصابات، اصابات باجريهم، اصابات بايديهم، تندنس بيتخزقوا، فما بيعرفوا ليش هالاصابات، وهالاصابات كلها بتزيد، او مثلا بيرشحوا اكثر بالاميون، جهاز المناعه بيصير كثير اخف، فهيدا كله له علاقه من الاكل المنه مزبوط، والاكل بيضروا حالهم يعني من هي عم يضروا حالهم، ولا هن عارفين ولا اللي حواليهم. هون بهيدا الارتكل، وحتى انا تشجيع كان الي زياده، وبدي شجع كل الاشخاص انه اللي بيعرفوا بهيك حالات نواجه هالاشخاص، نقول لهم في شيء غلط باللي عم تعملوه، ما نكون عم نقول لهم انه معلي، يعني انت عندك 3 كيلو فات بكل جسمك، معلي بنعملهم اقل، لا مش معلي، بدي اكون صارمه بهالموضوع، وبدي اقول له انه في شيء غلط، تاع انا وانت نكون عم نتصل بحدا ليساعدنا بهيدا الموضوع. فهون تشجيع انه نحن نقشع لهالاشخاص، تشجيع للاشخاص اللي هن بدهم ينزلوا دهن اكثر، ينتبهوا حتى انه في شيء غلط باللي عم يعملوه، وتشجيع اكثر انه يكون في عندنا توعيه، ويكون عندنا اشخاص عم يحكوا على الانوركسيا، اشخاص بمستشفيات، اشخاص جايين من اخصائيين بهن مش بس بالتغذية، أخصائيين بالعلم النفس يكونوا عم يجوا يحكوا، ويكونوا عم يقولوا إنه نحن عياداتنا مستعدة تستقبل هيك أشخاص. ما يستلشقوا بالشباب أبداً. كتير موضوع مهم ستيفاني، شوي طولت فيه بس معلي. كثير مهم. شو لازم ناكل بالصيفيه رندا؟ هلا لنرجع لموضوع الصيفيه، فموضوع الصيفيه اهم شيء باكلنا هو الاكل اللي بده يرطب جسمنا، اهم شيء هو الاكل اللي بده يخلينا نتغذى، وكمان مهم كلنا بالصيف انه بتعرفي كلنا بنحب انه ما نكون عم ناخذ وزن زايد كمان، فاهم شيء عم نتغذى حتى ما ينقص وزننا اكثر من اللزوم، اما ناكل اكل مش مغذي، ولكن ما بدنا ناكل اكل يكون عم يزيدنا بالوزن. فهون ببلش ب اهم شيء والشيء اللي بدي الفت النظر عليه هو الخيار.
الخيار هو من الاشياء اللي هي كثير هايدريتنج، يعني بتحتوي على كميه كثير كبيره من المي، وهي كمان بتحتوي على كميه من الالياف. هلا كمان الخيار بيحتوي على مع القشره ولا بلا القشره؟ هلا دائما مع القشره وقتها بدي اخذ الياف اكثر. الاشخاص اللي بهيدي الفتره خصوصا عم يحسوا شوي بالنفخه بخففوا شوي الالياف وساعتها بدهم يقشروها، ولكن صحيا نحن منيح ناخذها مع القشره. فاذا ات هايدريت، بتعطي بوتاسيوم، بتعطي شويه مغنيسيوم والفيتامين كي كمان موجود فيها، وبتعطي كمان السيليكون اللي هو شغله كثير منيحه للبشره. فهون فينا نكون عم نتناول الخيار، وكلنا بنعرف هيدا المي اللي نحن فينا نقصقص خيار بقلبها، وفينا نحط لها نقصقص حامضه او عرق نعنع نكون عم نشربها خلال النهار. كمان هون بيكون خصائص الخيار من عدا الالياف طبعا عم تفوت بقلب هاي المي اللي نحن عم نشربها، فتشجيع على الخيار. الشغله الثانيه طبعا شو بتعمل هالمي اللي ذكرتيها رندا؟ بتعمل ديتوكس، لانه كمان الخيار فيه المواد اللي هي بتساعد الكبد حتى يكون عم ينظف الجسم. اوكي، هلا ثاني شغله بدي احكي عنها اللي هي كثير كثير عم نتناول الحديث عنها هو البطيخ. فالبطيخ رح اذكر هون البطيخ الاحمر، كمان بتعرف انه معظمه هو مي، وكمان بالبطيخ نحن وقت عم ناكل شوف البطيخ في 3 جرامات من الالياف اللي هي كمان شغله كثير مهمه. فالبطيخ كمان بيعبينا، فهون واحد ما بيصير يحس حاله جوعان اما بده ياكل حلو لانه هو في شويه سكر، فوقتها تاكليه بيغنيك انه تروحي ترجعي تاخذي الشوكولا خصوصا بالصيف، وبيغنيك انه ترجعي تطلبي اكل لانه هو شبعك. طبعا دائما عم بحكي بكل شيء بحكي بالكميات اللي هي محدده. كم كالوري حصه البطيخ؟ هلا حصه البطيخ هي بالحقيقه ال 40 كالوري هو التراينجل تبع البطيخ، فنحن قصينا الشلف كل تراينجل هيك سميك هو 40 وحده حراريه، مش انه البطيخ ما بيحتوي ابدا وحدات حراريه، ولكن نحن عم نحكي قديش هو بدل ما ناخذ شيء بيحتوي على كثير وحدات حراريه فينا ناخذه، وقديش هو بيكون مفيد. ثالث شغله بدي احكي عنها هي الكوسه. الكوسه شغله متوفره عنا، ففينا نكون عم ناخذ كوسه مسلوق نقدر ناخده، كمان نكون عم نحطه كسلاد نكون عم ناكله، فينا نكون عم نشوي كمان الكوسة بجنن بالشوي، الكوسة فينا نكون عم نطبخه كنقول مطبقة الكوسة اللي هي ماشي بنقصقصه مع بصل وبندورة وثوم، وبهالطريقة كمان في واحد نعنع يابس أطيبين، بتكوني عم تاكلي منه كميات اللي هي عم تعطيكي كل الغذاء اللي هو موجود فيه، ولكن والألياف ولكن وحدات حرارية كمان كتير قليلة. طبعا الكوسه فينا نعمله ككوسه محشي او والكوسه المحشي، لانه هو انا دائما بشجع على الالياف، ما فينا مش طيب كثير اذا حشيناه برز اسمر، ولكن طيب كثير اذا حشيناه ببرغل او بالكينوا، فكمان فينا نغير شكل بالحشي نشتغلها هيك. وعندي انا اكلتي المفضله الابلمه اللي هي الكوسه اللي بنحشيها بس باللحمه، فاذا عندنا كثير تنوع بالكوسه لنقدر نحن نكون عم ندخله وعم ندخله باكلاتنا بطريقه انه واحد يكون عم يقبله بالطريقه اللي هو بده اياها وعم ياخذ كل الافاده تبعوله. على كل حال الكوسه كمان بدي اذكر انه في مواد اللوتين والزياكزانتين اللي هن مواد كثير كثير مهمه للعيون، وكل كوب من الكوسة بحد ذاته بيحتوي بس 30 وحدة حرارية. فإذا أكلة صيفية كتير لذيذة. من الأكلات الصيفية اللذيذة هي اللوبية. كمان اللوبية دايما بنصح تكون اللوبية رفيعة. مثل ما قلنا فينا نكون عم نتبلها مع ثوم وزيت وحامض، فينا نكون عم نعملها لوبيا بزيت مع البندوره والحبوب الثوم الفص الثوم هيك الكبير بيكون طيب وطيب. وكمان اللوبيا كمان بتنعمل لوبيا بلحمه طبعا اذا نحن بدنا نحط حد الرز. فاذا اللوبيا كمان بتنعمل بعده طرق، وهي من الاكلات اللي كثير مفيده. عم نحكي على الاخضر، فاذا عم نحكي قديش هي مهمه للعيون، قديش هي مهمه لجهاز المناعه. عم نحكي كمان انه اللوبيا هي بتحتوي على كثير الياف. كمان بما انه عم نحكي على المأكولات الصيفية وقلنا ما بدها تزيدنا بالوزن، فهي ما بتحتوي على وحدات حرارية كبيرة. كيف الكوسة الكبية فيها 30 وحدة حرارية، اللوبيا فيها 40 وحدة حرارية بالكوب. طبعا هون ما عم بذكر الزيوت اللي نحن بنضيفها لها. فكمان من الأكلات اللي كتير منيحة، واللوبيا كمان بتحتوي على الفيتامين كي اللي هو كتير منيح للعظام، فبيدخل على العظام مع الكالسيوم بيساعد على تقوية العظام.
فكمان هيدي من المأكولات اللي كتير لذيذة. هلا مازلنا عم نحكي على الفواكه، من الفواكه اللي بدي اذكرها هي البرز، وعندنا هلا كل انواع البرز صار موجودين بلبنان. عندنا كل انواع الفواكه، كل انواع الفواكه صارت موجوده مزبوط، وبنعرف نحن قديش هي مهمه لتكون عم تعملنا هايدريشن. من هون مازال حكينا فواكه وخضره، بدي اقول انه نحن فينا نعمل شوربات معينه، منها شوربات الكاسباتشو اللي هي الشوربه المسقعه، فينا ناكلها واللي هي بكرة أنا رح أحضر لكم إياها، ما تنسوا تشوفوني كيف عم نكون عم نفرجي كيف عم تتحضر. وعنا فإذا هون حطينا مختلف أنواع الخضرة وأخذناها كشوربة، وبنفس الوقت فينا نحن وقت يجينا ضيوف نكون عم نضيفهم فروت سلط، سلطة الفواكه، بدل ما أجين نكون عم نضيف الأشياء اللي هي الحلويات اللي هي ما بتفيدنا ما بتغذينا ولكن بتزيد بالوحدات الحرارية. هلأ لتكميل حديثي هون اكيد مش بس خضره وفواكه، وحتى الخضره حكينا كيف بطرق معينه نحن فينا نعملها، ولكن من الاكلات اللي انا بشجع عليها برجع على التشجيع على السمك خصوصا السالمون، برجع بشجع على الريدس اللي هو كمان نحن فينا نكون عم نشويهم، فينا نكون عم نحطهم بالفرن، فينا نكون عم نحطهم على الطبخه بالريدس، فينا نكون عم نعمل اكله فيها رز ونحط ريدس فوقها، وفينا نكون عم نعملهم بالباربيكيو كمان. نعم. فمن هول من الاكلات اللي هن برضو عم يعطونا البروتينات اللي هي نحن بحاجه لها، ما فينا نكون عم نتغاضى عنها لا بالصيف ولا بالشتاء. اكيد. وبنفس الوقت عم يعطونا الاوميجا 3 اللي نحن بحاجه كمان له، وعم يعطونا فاذا الدهنيات الجيده بيكون بدون ما يكونوا عم ياذونا. من الاشياء كمان اللي بدي اذكرها هو الدجاج المشوي، فاذا هون نحن لانه هلا موسم بناكل فيه مشاوي، سو مش غلط انه نكون نحن عم نعمل سكيورز، عم نمشي في عم نشوي فيهم خضره ولكن عم نشوي فيهم شيء ثاني، منا نكون عم نشوي فينا نجيب شقف سمك نشويها او القريدس، او فينا نجيب الدجاج وكمان نكون عم نشوي، اكلات سريعه فينا نتناولها على طول، واكلات كثير مفيده بالصيفيه. وكمان ريجيم الواحد بينتبه على حاله وما بيجي يزيد وزنه طبعا، ومن الموجود يعني بدنا نجود، وكمان صحي يعني اكل صحي دائما صيف شتاء فينا نتناوله. ثانك يو رندا. مشاهدينا رح ناخذ سوا وقفه ومنتابع الان.